غسيل الأموال يعني فيه إحصائيات من المدرة الأخيرة في العالم حوالي المبالغ المتأتية يعني الأموال يعني الغير المشروعة في تقديرات تقول اللي المبالغ هذه تصل إلى حوالي 2000 مليار دولار. العمل الرقابي أو عمل التدقيق عنده علاقة يعني وطيدة بعملية مكافحة غسل الأموال ويعني مكافحة يعني تمويل الإرهاب. لا لشيء لأن الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لها دور كبير جدا بحكم القوانين التي تنظمها. لا لشيء لأن الجهاز الأعلى للرقابة في أي دولة في أي بلد في كل دول العالم وخاصة معناها الدول العربية يعني قادرة كان من خلال الأعمال الرقابية التي تتولى إنجازها كل استقلالية وحيادية كان يعني أنها تتوصل إلى كشف الممارسات والأفعال يعني الغير المشروعة التي لا علاقة يعني بالأموال الفاسدة الأموال معناها اللي هي متأتية من أموال غير مشروعة وبالتالي تساهم الأجهزة العليا يعني تمد يد المساعدة للدول والحكومات القائمة في هذه البلدان يعني مكافحة قدر الإمكان ويعني محاربة غسيل الأموال وبالتالي هذه فرصة يعني مشكورين جدا معناها من القائمين الجهة القائمة على تنظيم هذه الورشة واللي مكنت يعني من كل الهيئات المعنية بهذا الموضوع من يعني الاجتماع حول نفس الطاولة في نفس اليوم وكذلك يعني يمكن هذا اللقاء من الإجابة على يعني سؤال رئيسي كيف لنا أن نكون ناجزين وفاعلين في الوقاية والوقاية يعني في أجال يعني موجزة في أجال يعني معقولة للكشف للأموال غير المشروعة ولرصدها ولمصادرتها.